ايا كانت الجنسيه، الحقيقه ان عادات المسلمين متشابهه لحد كبير جدا لاحتفال بعيد الفطر. خلينا نتكلم تحديدا عن اوروبا. في اوروبا خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الجاليات المسلمه بتحافظ على عادات وتقاليد الاحتفال بالاعياد والمناسبات الدينيه. يعني على سبيل المثال نلاقي في اسبانيا انه المسلمين هناك بيخرجوا لصلاه العيد، بعدها بيتناولوا الافطار، وبعدها بيبداوا في الزيارات للاصحاب الاقارب، كمان بيخرجوا في المتنزهات للاستمتاع بالعيد. نفس الامر كمان في بريطانيا، فرنسا، السويد، والعديد الحقيقه من الدول الاوروبيه. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. عادات المسلمين متشابهة لحد كبير في أوروبا خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع عادات المسلمين في كل العالم العربي. الجاليات المسلمة في أوروبا بتحافظ على عادات وتقاليد الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية. في أسبانيا مثلاً، المسلمين هناك بيخرجوا لصلاة العيد وبيتناولوا الإفطار، وبعضهم بيروح للمقابر لزيارة المتوفين من أسرهم، والبعض الآخر بيروح للأصدقاء أو الأقارب أو الخروج في الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بالعيد. في بريطانيا كمان بيتجمع المسلمين في الساحات لتأدية الشعائر الدينية زي ساحة الطرف الآخر، بعدها بيبدأوا يروحوا للحدائق مع إقامة المسابقات والأنشطة الفنية والعروض الاستعراضية. كمان بتوفر المطاعم القريبة من التجمعات المأكولات والمشروبات وسط نغمات الأناشيد الإسلامية والابتهالات الدينية. أما في فرنسا اللي بتستحوذ على أكبر جالية إسلامية في أوروبا، فبتشهد أكبر احتفالات بعيد الفطر، وبيبدأ المسلمين هناك تعليق الزينة والمصابيح في الضواحي والأحياء السكنية المحيطة بيهم قبل العيد بكام يوم، وبعدها بيروحوا للأسواق علشان يشتروا الملابس ويقضوا أيام العيد في احتفالات وزيارات. في اليوم الأول بيكونوا حريصين على أداء صلاة العيد في المساجد وتبادل التهاني بين بعضهم البعض باللغة العربية، خصوصاً وإن أغلب الجالية من أصول عربية. كمان بيهتموا بتناول الوجبات المتنوعة المميزة لعيد الفطر زي الكحك والفطاير والحلويات. في السويد هتلاقي هناك تاني أكبر جالية إسلامية في أوروبا، علشان كده بتتجمع أعداد كبيرة لأداء الصلاة وإعداد الموائد الجماعية، وبتضم العاصمة ستوكهولم أكثر من 40 مسجد، وبيمتد الاحتفال بالعيد لمدن زي أوبسالا وأوروبرو ومالومو. في دولة إيطاليا بتظهر تجمعات المسلمين في العيد في مدن روما وميلانو، وبيتبادل المسلمين التهاني بعد أداء صلاة العيد. كمان في موسكو الجالية الإسلامية والعربية بتحتفل بعيد الفطر بالتوافد على مسجد موسكو الجامع لأداء الصلاة، وخصصت موسكو 7 نقاط للاحتفال بالعيد بما فيهم المساجد اللي بتقدم الحلويات بشكل مجاني.